الحافظ صلاح الدين والشيخ أحمد أبو ريشة يقدمان التعازي للنائب الدكتور قتيبة جبوري بوفاة والده. تنفيذاً لتوجيهات محافظ صلاح الدين، حملة كبيرة في قطاعات الكهرباء والبلدية والزراعة رغم ظروف كورونا. المزارعون في صلاح الدين يطالبون الحكومة المركزية بوقف استيراد المحاصيل بعد نجاح قدرة الناتج المحلي على تأمين احتياجات السوق وضبط الأسعار. الكاظمي يتوعد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء ويتعهد بعدم السماح لجهة خارجة على القانون باختطاف العرق.